سيدة، هذا اليوم ذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وعيادة الإدماج، واحتفل موظفو هذه المؤسسة شأنهم شأن المؤسسات الأخرى بكل فخر واعتزاز بهذه الذكرى الغالية، وهي فرصة لاستحضار الأدوار الجبارة التي يقوم بها أو التي تقوم بها هذه الشريحة من المجتمع، سواء على المستوى الأمني الحقوقي وأيضا الإنساني، تمشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وهي مناسبة أيضا لتقديم الشكر الجزيل والعرفان للسيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وإعادة وجميع الموظفي القطاع. وقد تم الاحتفاء بالموظفة المتميزة والموظف المتميز وتكريم شهداء بعض شهداء الواجب الوطني على ما أسده من خدمات جليلة لهذا القطاع خدمة للصالح العام، وشكرا. نخلد اليوم بكل فخر واعتزاز الذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي مناسبة لاستحضار الدور المتعدد الأبعاد لهذا القطاع، الدور الحقوقي والدور الإنساني وأيضا الدور الأمني، كما هي فرصة نغتنمها لتكريم بعض الموظفين المتميزين الذين أبانوا عن حنكتهم و عملهم الجيد والدؤوب. والمناسبة شرط لترحمي على شهداء الواجب الوطني، وأيضا المناسبة شرط لشكر السيد المندوب العام ولجميع موظفي القطاع. شكرا. على غرار باقي المؤسسات السجنية من المملكة الشريفة، يخلد اليوم موظف وموظفات السجن المحلي العرجات 1 الذكرى التأسيسية 16 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي مناسبة لاستعراض واستحضار كل الأدوار الطلائعية التي تقوم بها المندوبية العامة أمنيا وإدماجيا، وذلك تنفيذا للمخطط الاستراتيجي للمندوبية العامة وتنزيلا لدستور المملكة وتبعا لتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. والمقام مقام احتفال، لذلك لن تفوتني الفرصة من أجل أن أتقدم باسمي وباسم موظفي المؤسسة بالتهنئة للموظفين المتميزين لهذه السنة. هذه الجائزة التي يحصل عليها كل موظف يتميز بالانضباط ونكران الذات، وهي دعوة لجميع الموظفين من أجل التحلي بخصال نكران الذات وخدمة الصالح العام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة ذكرى تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أود أن أوجه تهانئي للسيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ولجميع أطر وموظفي إدارة السجون من طنجة إلى القويرة، كما بصفة عامة، كما أوجه تهانئي بصفة خاصة إلى السيد المدير السجن المحلي العرجات 1، رجل الإصغاء، رجل التواصل، رجل الطيبوبة، رجل القلب الطيب. أوجه له من هذا المنبر وأهدي له هذا الامتياز أو هذا التمييز، أهديه له ولأطر السجن المحلي بالعرجات 1 ولجميع الموظفين، كما أنني لا أفوت أن أشكر زملائي الذين صوتوا لأجلي حتى أكون متوجا لجائزة الموظف المتميز، وهذه الجائزة متميز بأصدقائي، متميز بدعمي أصدقائي لي.